عقد اتحاد نساء اليمن بتعز لقاء تشاوريا مع عدد من القضاة ومنفذي القانون. حضر اللقاء عدد من القضاة ومساعد مدير الأمن ونائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المحلي والمدني والإعلام. الاستفادة هنا تكمن في معرفة ما تتعرض له المرأة، ما تتعرض له المرأة من امتهان في المجتمع أو ما تتعرض له القضايا، قضايا كبيرة جدا قد لا نطلع على بعض القضايا. وبحكم اتحاد نساء اليمن بقربه من المرأة ودراسة حالتها بصورة مستمرة ودائمة وعرض قضايا عدة لمناقشتها وقضايا يعني حية للمرأة، فالاستفادة هنا كبيرة جدا لمعرفة ما تتعرض للمرأة وما هي المعالجات. هدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين الاتحاد والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تقف أمام المرأة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلاد، خاصة في مجالات العنف والتمييز والإفلات من العقاب. وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور المرأة في صناعة القرار والسلام والتنمية والعمل على تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة وتضمن لها المساواة والعدالة. طبعا اللقاء اليوم خرجنا مع القضاة الموجودين ومنفذي القانون أنه يكون هناك أولا يجب تفعيل محكمة الأسرة. هذه المحكمة التي نحن الآن في مدينة تعز نلاحظ أنه لا يوجد قضاة في جانب الأحوال الشخصية يسرعون بالقضايا بشكل سريع، هناك يعني عدد قليل والقضايا أصبحت كثيرة بسبب الأوضاع الراهنة. تم المناقشة على أن يتم تفعيل هذا الجانب من الجانب المحكمة الأحوال الشخصية وسرعة البت بالقضايا، وتم مناقشة تنفيذ الأحكام. وتواجه النساء في تعز تحديات خاصة بسبب الحصار والحرب المستمرة على المدينة، وتضاعفت معاناة النساء بسبب نقص الموارد الأساسية مثل الغذاء والدواء والأمن والحماية. طه صالح، المهرية، تعز.